طيب خلينا نروح مع حضراتكم لشأن آخر، وتحديدا يعني ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية القادمة. يمكن للمرة الأولى خلال حملتهم الانتخابية العاصفة، دونالد ترامب هو وخصمه جو بايدن تركوا الأضواء النهاردة الأربعاء لنائب الرئيس مايك بنس والديمقراطية اللي بتسعى لانتزاع منصبه كامالا هاريس لخوض أول مناظرة بينهما. ونظرا يمكن لإصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد اللي أودى بأكثر من 210 ألاف شخص في الولايات المتحدة، أو تحمل مواجهة بنس وهاريس أو بتحمل أهمية غير معهودة، وده طبعا نظرا إلى مدى قرب نائب الرئيس من سيد البيت الأبيض. هذا ولم يصب الرئيس بالفيروس فحسب، بل تفشى كورونا في أوساط المقربين منه ليصيب العشرات من أهم مستشاري والموظفين في الإدارة، وأيضا كبار المسؤولين العسكريين والنواب والجمهوريين. في الأثناء بيرتفع منسوب التوتر العرقي والسياسي، ما دفع بايدن للدعوة إلى الوحدة الوطنية بالأمس الثلاثاء والتحذير من ما يسمى بقوى الظلام والانقسامات اللي تفرق بيننا، كما قال جو بايدن تحديدا. في اليوم ذاته أعلن ترامب تعليق المفاوضات بشأن حزمة تحفيز الاقتصاد المتضرر جراء كوفيد-19 إلا ما بعد الانتخابات المرتقبة في 3 نوفمبر القادم. على كل حال، للمزيد من المتابعة عبر سكايب من واشنطن سيد ميك شرقاوي المحلل السياسي. سيد ميك، هل أنت معي؟ نعم، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. الحقيقة دخول مايك بنس على خط المواجهة بين دونالد ترامب وجو بايدن من الممكن ربما أن يلفت الأنظار بشكل أو بآخر. كيف ترى وجود مايك بنس في هذه المعادلة سيد ماك؟ أعتقد أنها يعني مناظرة مهمة جدا، هي طبعا المناظرة الوحيدة ما بين نائبين الرئيس السيد مايك بنس والسيدة كاميلا هاريس، وأعتقد أن يمكن ألا تقام المناظرات الباقية لأن السيد جو بايدن المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي قال انه لن يحضر مناظره ما لم تكن التقارير الطبيه تثبت خلو الرئيس ترامب من فيروس كورونا، حتى مع وجود الحواجز الزجاجيه البلاكسي جلاس اللي هيتحط. فاعتقد انه بايدن مش عاوز يحضر المظاهره اللي جايه، المناظره القادمه. فاعتقد ان هيكون التركيز كبير جدا بعد 7 ساعات ونص من دلوقتي في مدينة سولت ليك في ولاية يوتا على هذه المناظرة بين النائب الرئيس المرشحة كاميلا هاريس وما بين نائب الرئيس الحالي السيد مايك بنس. ما فيش شك أيضا أن كاميلا هاريس هي وكيلة نيابة سابقة وتعرف الكثير من أساليب طرح الأسئلة والاستجواب والحوار، فبالتأكيد هيكون لها يعني يمكن اليد الأعلى في هذه المناظرة وفقا لإمكانياتها المهنية. ولكن بالتأكيد الناحية الثانية، النائب الرئيس مايك بنس لديه 4 سنوات من يعني برنامج رئاسي على الأرض، قام بالكثير للأمريكان وقدم الكثير في الأمور الاقتصادية والأمور السياسية والسياسة الخارجية، فيدعمه بالتأكيد عمل على الأرض. كاميلا هاريس كانت يعني هي عضوة تشريعية وكانت مدعية سابقة، لكن لم تكن أبدا في وظيفة تنفيذية مثل التي فيها بها الآن السيد مايك بنس. أيضا يعني طموحات السيدة كاميلا هاريس كانت لا تنتهي، وكانت قاب قوسين أو أدنى أن تكمل السباق الرئاسي للوصول إلى منصب مرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، ولكن انسحبت قبل إنهاء الطريق نظرا لظروف التمويل و لم تستطيع اكمال يعني مسيرتها. ولكن بالتاكيد هي يعني جدا خطيره في طريقه الكلام والاسلوب وحسن استخدام العبارات. بالتاكيد ده يخليني يمكن ارجع للمناظره اللي كانت موجوده بين دونالد ترامب وبين جو بايدن سيد ماك. يعني الحقيقه ان المناظره كانت مفاجاه للكل، مفاجاه في طريقه الحديث، في تراشق الاتهامات بين المرشحين، وايضا كان في حاله من حالات يعني الاهانه، الكل يعني هما الاثنين بيحاولوا ان هما يهينوا بعضهم. ايه اللي من الممكن ان يظهر في المناظره القادمه بين كاميلا هاريس ومايك بنس؟ الى اي مدى من الممكن ان تكون مختلفه بين المناظره السابقه اللي جمعت بين دونالد ترامب اللي هو اصلا رئيس الولايات المتحده الامريكيه وجو بايدن؟ اعتقد ان مناظره بايدن ترامب يعني كانت ساعة ونصف من المعاناة للشعب الأمريكي لأن يستمع كل هذه الإهانات وكل هذه الترشقات في الألفاظ.
يمكن ما خرجناش بسياسة بنسبة 30% أو 70% كانت هناك ترشقات فأعتقد أن الأمر مختلف نوعا ما مع السائق مايك بينس، المعروف عنه بهدوء الأعصاب، معروف أنه محافظ، رجل يعني يختار تماما كلماته، رجل متدين، رجل كنيسة، فأعتقد أنه لن يقوم بالمبادرة بتوجيه الإهانات للسيدة كاميلا هاريس، خاصة أنها سيدة وبالتأكيد يمكن أن تكون الأمور أقل وطأة، ولكن يمكن أن يكون التراشق في السياسات وكيفية تنفيذ البرامج يعني من الحزبين، وده بالتأكيد اللي ممكن يعني يشمل من هذه المناظرة ويجعلها مشيقة للجمهور الأمريكي صحيح. أن يتابعها. فأعتقد أنها سوف تكون مناظرة حقيقية للسباق الرئاسي، لأن زي ما قلت لك احتمال كبير لا تتم باقي المناظرات، لأن النهاردة جو بايدن بدأ يتفكك، بدأ يقول لو ترامب ما بقاش يعني كورونا فري، يعني خاف تماما من كورونا، انا مش هروح المناظره. واعتقد ان هو بالتاكيد البعض يمكن كان بيتوقع، يعني كونك تطرقت الى هذه النقطه، الكل كان بيتوقع ان فكره اصابه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بكورونا تحديدا بعد المناظره اللي يعني شهدناها بينه وبين بايدن، الكل كان يتوقع انها مؤامره منه انه ما يرجعش يلتقي تاني بجو بايدن في اي من المناظرات، بسبب يعني البعض وصفه انه كان اقل في الكلام او اقل في طريقه التعبير عن ما ظهر به جو بايدن، ولكن كلام حضرتك بيقول ان ده مش صحيح سيد ماك. بالتاكيد، وانا اؤكد لك على ده من اكثر محور، المحور الاولاني ان الرئيس دونالد ترامب عاد اقوى لكورونا مما كان قبل كورونا. يعني اعتقد اللقطه التاريخيه ان بخروجه من المستشفى ودخوله في شرفه البيت الابيض وينتزع الكمامه بطريقه مسرحيه امام الكاميرات، انا انتصرت على الكورونا وانا أمريكي عندي 74 سنة وانتصرت على كورونا، ففي رسالة إلى الأمريكان بأن يكون هناك بعضا من الاطمئنان. بالتأكيد البعض الآخر فسرها بشكل تاني خالص صحيح. ولكن أعتقد أن ترامب عاد أقوى في الانتخابات من قبل كورونا، يعني رد على كل الاتهامات التي قالت أنه قد يعني لف موضوع كورونا وأنه غير حقيقي وأنه كان يريد أن يستدر عطف الشارع الأمريكي والشعب الأمريكي. كل ده بالتأكيد أصبح هراء بعد التقارير الطبية التي يعني حدثت، وبعد التخوف السيد جو بايدن من أن يكون أمامه في مناظرة ما لم يكن خالي من الكورونا، يعني الديمقراطيين بيناقضوا أنفسهم أيضا. يعني لو وجدت من فحوى المناظرة التي قلت لك أنها كانت معاناة لمدة ساعة ونص، ولكن الرئيس دونالد ترامب في أكثر من 5 محاور قدر أن هو يبين جو بايدن انه ضعيف وانه بينسى الكلام وانه ما عندوش رد وما عندوش خطه. الحاجه الوحيده اللي نجح فيها جو بايدن هي اساءه ترامب لاداره ازمه كورونا. اعتقد ان هناك الكثير في جعبه الرئيس دونالد ترامب في الاقتصاد وفي العلاقات الخارجيه الامريكيه وفي اثبات قوه الولايات المتحده الامريكيه. لقد نفذ العالم كل ما اراده سيد البيت الابيض، يعني اعتقد ان الجميع أزعنا لرغبات الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية خلال 4 سنوات الماضية. شوفي كل الملفات الخارجية كلهم أزعنوا إلى قرارات الولايات المتحدة الأمريكية وقرارات الرئيس دونالد ترامب. لا أستثني أحد من أوروبا، حتى روسيا، حتى الصين، كلهم بالتأكيد أزعنوا لرغبات الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية. طيب سيد ماك، لو سمحت لي أختم مع حضرتك بهذا السؤال، ماذا عن تعليق المفاوضات بشأن حزمة تحفيز الاقتصاد إلى ما بعد الانتخابات القادمة؟ هي بالتأكيد لعبة انتخابية جيدة من رئيس دونالد ترامب، أنا بالتأكيد غير مستفيد منها، يعني لأن مش هنحصل على الحزمة يعني التحفيزية للاقتصاد إلا بعد الانتخابات، ولكن هو النهاردة حط الحزب الديمقراطي في الصورة أمام الناخب الأمريكي أن نانسي بولوسي والحزب الديمقراطي لا يريدوا أن الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية أن تساعد الشعب الأمريكي في محنة كورونا، وأن أنا لو فزت في الانتخابات أنا أضمن لكم أنكم سوف تحصلوا على هذه المعونات. مش بس بقى هيبقى الموضوع الفوز بالبيت الأبيض، لا عفوا، هيبقى لأن ما يحدث الآن عندما تلمسي جيب الأمريكي من دولارات يمكن أن تدخل في جيبه، أعتقد أن أنت قد أطلقتي العيار على قدمك. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر سكايب من واشنطن سيد ماك شرقاوي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
إذن مشاهدينا، يعني كنا ربما نتحدث الآن عن ما سيكون من مفاوضات أو ما ربما يتعلق بتطورات الشأن الأمريكي، والحقيقة أن كل الأنظار مسلطة الآن إلى الشأن الأمريكي بسبب الانتخابات الأمريكية التي نحن على موعد معها الشهر القادم. الكل ينتظر اليوم المناظرة التي ستكون بين مايك بنس وكاميلا هاريس، بالتأكيد في كل الأشكال ستكون مختلفة اختلاف تام عن مناظرة جو بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.